بركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تعلن انطلاقة جديدة وهذا الشوط الشوط الثاني عشر والخاص بالجعدان المهجنات الأصايل لسن الإذاع مباشرة مع المركز الأول شاهين أحمد بن سالم باللوتية العامري، يأتينا هناك مع مقدمة الشوط مع الانطلاق الأول على مقدمة الشوط. المركز الثاني هناك منحاف وعلي بن خليفة الرميثي يتواجد مع ثاني المراكز. المركز الثالث التحديات من ثالث المراكز عز الجيش لجاد بن كريم بن محمد يأتينا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك مزاح لمحمد بن عيسى أبو علامة القبيسي يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس يتواصل هنا على خامس المراكز مياس عتيج بن قريع المري هو من يأتينا على خامس المراكز مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، بينما المركز السادس يتواجد لطام للسيد مسعود بن سعيد الهاجري يأتينا هناك على المركز السادس. المركز السابع الدخول بهذه اللحظات من عز الطلب سعيد بن غانم بن إداه المنصوري، أيضا عز الطلب والطلب مطلوب هناك للفوز وتسجيل التوقيت الزمني المميز أيضا والتأهيل للحدث الأغلى والأكبر في منطقة الخليج. أعود إلى ثامن المراكز، هناك يتواجد العمال علي بن حمد البطين هو على ثامن المراكز، بينما المركز التاسع هنا شعار بالعري مع الباد صالح بسعيد بالعرج المري. المركز العاشر ويحمل الرقم 10 يتواجد هناك الشارد لسيد محمد بن معتوق العامري. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وعلى الاسماء القادمه ترقبوا الكثير والكثير، ولكن لا اسبق الاحداث، الكيلو الاخير هو من يظهر الانطلاقه القويه. اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى شاهين احمد بن سالم باللوتيه العامري على الصداره على المركز الاول، بينما هناك من حاف من يتواجد على ثاني المراكز، علي بن خليفه الرميثي مع من حاف يتواجد هناك. يتواجد مع ثالث المراكز ايضا عز الطلب، بدا ايضا ياتي بطلبه لمالك سعيد بن غانم بن إداه المنصوري وينتقل الى المركز الاول ما شاء الله هناك على الصداره، ولكن التحديات من لطام. لطام بدا يغير بفارق بسيط المملوك لمسعود بن سعيد الهاجري، غير الى مقدمه الشوط، وصل العمال علي بن حمد البطين، وصل البطين هناك ايضا ينافس على ثاني المراكز. المركز الثالث عز الطلب لسعيد بن غانم بن إداه المنصوري، المركز الرابع مياس يتواجد هناك عتيق بن قريع المري، المركز الخامس هناك شاهين احمد بن سالم باللوتية العامري، بينما سادس المراكز في هذه اللحظات من خامس المراكز او سادس المراكز هناك من حاف علي بن خليفة الرميثي يتواصل هناك على سادس المراكز، قائد الهجانة هناك ما شاء الله. اعود الى المركز السابع، ياتينا هناك على سابع المراكز الشارد محمد بن معتوق العامري، يصل الباز ايضا صالح بسعيد بالعرج المري. الله، بدأت الاسماء بالاقتراب هناك. المركز العاشر ايضا ياتينا هملول محفوظ بن خميس الينيبي فايل بن حمد العويسي متواجد هنا ومركز الطويل. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى المركز الاول، الصدارة هناك، المقدمة مع لائحة الكيلو الاخير، لطام على صدارة الشوط، لطام على المركز الاول، مسعود بن سعيد الهاجري على صدارة الشوط على المركز الاول على الانتقال الاول، هناك هو لطام على الصدارة مع لطام هناك، بينما ثاني المراكز
علي بن حمد البطين مع العمال والماركة التي أيضا يتواجد معها هناك البطين. المركز الثالث وصل مياس عتيق بن قريع المري على ثالث المراكز، اكتفي بهذا القدر وعود إلى لطام. لطام على صدارة الشوط، لطام على المركز الأول، يتواجد هناك أيضا مع لطام مسعود بن سعيد الهاجري، ولكن العمال انطلق، العمال غير، العمال ذهب إلى المركز الأول. علي بن حمد البطين يتواجد مع العمال على صدارة الشوط على الانطلاق الأول، وهذه الماركة المحببة مع البطين. أعود إلى صدارة الشوط مع العمال، العمال مع 300 متر الأخيرة، ولكن وصول الشارد، الشارد محمد بن معتوق العامري، محمد بن معتوق العامري وصل 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 وغير إلى ثاني المراكز وخط النهاية. العمال 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 الشارد 100 متر الأخيرة، الأخيرة والنهاية، العمال والشارد. الله 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 الله، خط النهاية، يا سلام، العمال والشارد، وأترك المجال لخط النهاية. ولكن المركز الثالث هناك مشاهدين الأعزاء يأتينا لطام مسعود بن سعيد الهاجري، والمركز الرابع إذن تهانينا والناموس ولحظات الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. الشارد يعلن بأنه بطلا لهذا الشوط بتوقيت زمني 8:09 من الثانية. تهانينا لمحمد بن معتوق العاملي، والتهنئة لمحمد بن فريش العويسي الذي فاجانا في اللحظات الأخيرة. البطين وصل 8:01 بالوفاء والتمام مع العمال على ثاني المراكز. تهانينا لعلي بن حمد البطين المركز الثالث. هناك لطام 8:08 من الثانية لمسعود بن سعيد الهاجري، بينما من الثاني على رابع المراكز هناك مشاهدينا